ازاي نحسن انا هنبدا بالامبريولوجي. اشمعنى بضطر بالامبريولوجي؟ عشان الامبريولوجي هتفهمني حاجات كتير لسه جايه قدام. النقطه الثانيه اغلب المحاضره بتاعت النهارده متقال السنه اللي فاتت. اوكي؟ فتعالى بس نبدا معايا كده بالراحه نتكلم في ثلاث عناوين. اول حاجه ازاي كونت حاجه اسمها نيورال تيوب. ازاي كونت نيورال تيوب؟ وبعدين هنتكلم عن حاجه اسمها نيورال كريست. وبعدين هنتكلم في الاخر خالص يا دكتور على حاجه اسمها بلاك هول. وده تقريبا بالنسبه لنا الشكل النورمال، ثلاث حاجات دول، عشان نطلع كمان ثواني كده حاجات ايه؟ اب نورمال. طيب اول حدوته كان كنا بنقول لك السنه اللي فاتت لو حضرتك فاكر ان البيبي ده كان عامل زي بسكوت الاوريو، يعني كان عباره عن بسكوت من فوق وبسكوت من تحت وحشو كريمه في النص اللي هو الميسوديرم. يعني الواد ده كان فيه من فوق كده بطلع شويه اكتوديرم كنا بنسميهم ايه بلس، وشويه اندوديرم من تحت، وفيما بين الاثنين اللي احنا كنا بنعمله هنا في الحشو اللي في النص ده كان ميزوديرم. وبيظهر في وسط الميزوديرم هنا بطاره او هو سبب تكوينه اساسا حاجه اسمها نوتو كورن. كنت ضربت مثال صغير لو انت فاكرها السنه اللي فاتت في المواطن المصري الشريف، ان انت حضرتك لما تبقى تتجوز في بيت عيله ومثلا مراته دي كانت ست حقنه، يعني قعدت تسخن فيك بقى وتقول لك كلام، واختك قالت وعمتك قالت ومش عارف مين بسط لي وفاهم، فبتقعد تسخن فيك جامد. النوتو كورن، النوتو كورن هو ده مراتك يعني لحد ما يعني. فبس هو مراتك ازاي الدكتور بيبدا يسخن الجزء بتاع الاكتوديرم اللي فوق، يعني يبدا يسخن الحته بتاعت الاكتوديرم اللي فوق دي ويبدا يزود السمك بتاعها بالمنظر ده. فبدات الحته بتاعت الاكتوديرم اللي موجوده فوق دي يا دكتور السمك بتاعها يزيد ويكبر معايا بالمنظر ده كده. طيب وبعدين؟ بعد ما النوت كورد سخن الحته اللي فوق وحجمها كبر قوي بالمنظر ده زي ما قلت لك حضرتك سخنت جامد وقلت لها ازاي تقول لي كده ده انا لازم اروح وهعمل وهزود. بعد ما حضرتك نزلت تحت عند الوالده ولا عملت اي حاجه حضرتك نزلت على الفاضي، يعني نزلت على الفاضي؟ يعني كل اللي حضرتك عملته قمت قايل لهم يا جماعه حد الباب وباتشاك. فاهم؟ فانت الجزء اللي هو داخل في الاول ده وسمكه زاد كده كنت بسميها في الاول كده نيورال بليت. نيورال بليت ده الجزء اللي ايه سمكه زاد. بعد كده النيورال بليت ده بطلع يبدا ينزل في الفاضي، يعني يبدا يسقط من النص كده. فيحصل فيها كده زي جروف. فنسميها عندنا كده نيورال ترمينال بتحصل هو النيورال جروب. طيب ايه راي حضرتك كمان ان النيورال تيوب بتاعتي دي اللي حصل فيها كده ديبريشن والحته دخلت من النص كده عملت النيورال جروب ده، الطرفين بتوعها من الناحيه دي ومن الناحيه دي بنسميهم احنا عندنا نيورال فولد. نيورال فولد. طب ايه راي حضرتك ان النيورال فولد كده شيئا فشيئا بتتحد مع بعضها هتقفل، يعني شويه بشويه كده الاثنين نيورال فولد دول هيلزقوا بعض بالمنظر اللي مع حضرتك ده. وبدات انت تعمل ايه بقى يا دكتوره؟ انت بدات تقفل الانبوبه بتاعتك اللي اسمها نيورال تيوب. طيب يبقى الخلاصه كلها تعالى نعدي كده الكلام ده، كل الخطوه اللي حضرتك هتعملها في الاخر ان كل اللي هتعمله بقى انا مش محتاج بقى نوت كورد ده دلوقتي ولا حاجه، ان انت حضرتك هتمسك النيورال تيوب اللي انت كونتها الانبوبه دي وتفصلها. يعني لما افصلها المنظر هيبقى عامل ازاي؟ قال كده الاكتوديرم هيرجع لوضعه الطبيعي والنيورال تيوب بتاعتها بتقرر هتطلع هي كمان على وضعها الطبيعي كده. يعني خلاصه الكلام الكلام ده ممكن يتساءل معايا ازاي كام سي كيو، يقول لك ايه هي الستيجز المراحل بتاعه تكوين النيورال تيوب. فالنيورال تيوب لها اربع مراحل. واحد لما النوت كورد سخن الحته اللي فوق وعمل منها حاجه اسمها نيورال بليت. اثنين لما النيورال بليت سقطت من النص عملت نيورال جروف. طرفين الجروف كان لهم حاجه اسمها نيورال فولد. الفولد ده هيتحد مع بعضه من هنا ويقفل النيورال تيوب. بعد كده حضرتك هتفصل النيورال تيوب بتاعتي عن الاكتوديرم فانت كده كونت ايه؟ التيوب. يبقى اول حاجه تعرفها لي الاربع مراحل بتوعي. لكن اللي عايز اوصله لك كمان يا دكتوره ان اللي انت واصف عليه ده دلوقتي كاس كيو كمان ممكن يسالوا لك بسبب ثانيه ان النيورال تيوب او السي ان اس بتاعك كله عموما اصله ايه؟ ما هو اصله جاي منين؟ من الاكتوديرم. بيبقى المخ الحبل الشوكي اي حاجه تبعهم اصلها اكتوديرم. النقطة الثانية بعد ما عرفت الخطوات بتاعت النيورال تيوب وكلمت ازاي اصلا اتكونت والحوارات دي، عرفت بعد كده كمان ان اصل التيوب بتاعت الرابر اكتوديرم. طب المنظر اللي انت باصص عليه ده مش انت كده باصص على الليبل وهو نايم على بطنه؟ يعني ايه؟ يعني انا شايف ليه النيورال تيوب دايرة؟ لأن أنت جبت الليبل بتاعك ده ونيمته على بطنه، يعني جبت الواد ده كان واقف كده فأنا نيمته كده، فأنا شايف النيورال تيوب بتاعت ايه؟ دايرة. إنما لو حضرتك جيت على النيورال تيوب وقمت موقفها على رجليها يبقى المفروض هتبقى تيوب. يبقى المفروض ان الانبوبه بتاعت حضرتك ده الطرف هتبقى بالنسبه لنا كده عباره عن تيوب، انبوبه واقفه كده. وخلي بال حضرتك ان الانبوبه دي مفتوحه من فوق ومفتوحه من تحت.
وخلي بالك حضرتك كمان ان الانبوبه دي بتعتبر ايه؟ مجوفه مش مصنوعه. هي لها كده ورقيه ولها تجويف في النص. يقول لك بص الانبوبه اللي حضرتك عاملها جوه الجنين دي تفضل على وضعها كانبوبه يعني ما تتحولش بقى المخ وحبل شوكي الا اذا حضرتك جيت قفلت الفتحه اللي فوق دي وجيت قفلت الفتحه اللي تحت دي. طب الفتحه اللي فوق اصلا بيسميها ايه؟ قال لك بيسميها كده كرينيال نيورو بور. طب واللي تحت سميها كودال نيورو بور. طب يعني ايه اصلا نيورو؟ يعني عصبي وبور فتحه كرينيال فوق وكودال تحت. فمجرد ما حضرتك تقفل دي وبعدين تقفل دي بعدها بيومين خلاص تبدا الانبوبه بتاعتك بقى تتحول وهنشوف بعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بتتحول وتعملك اجزاء بقى المخ بقى حاجه اسمها فور برين وميد برين وهاند برين فبتعمل لك الحوارات كلها بتاعت المخ تمام؟ انما بقى تعالى نطلع بحاجه مهمه قوي اللي انا شرحته لحد دلوقتي ازاي كونت نيورال تروب في اربع خطوات نيورال بريد نيورال جروف نيورال فولد وبعدين نيورال تروب اثنين قلت لك ان كل الانبوبه بتاعتك تعتبر اصلها اكتوديرم ثلاثه قلت لك والله عشان حضرتك تكون مخ حبل شوكي لازم الانبوبه بتاعتك تتقفل من فوق وتتقفل من تحت. هسيب معاك بقيه الصفحه دي خالص وهنقل معاك على الابنورمال. سيبك بقى من الكلام ده خالص كده وتعالى بص لي على الابنورمال عشان نبقى فاهمين النورمال جه ازاي والابنورمال قصاده على طول جه ازاي. لو عليك جدا واضطر مثلا دلوقتي وما قفلتليش الكرينيال نيورو بور في اليوم ال 25 او ما قفلتليش الكودا نيورو بور ايه اللي هيحصل؟ يعني لو ده هو البيبي بتاعي اهو راسه وادي ايديه مثلا وادي رجليه وادي عينه والمفروض ان انا كنت هكون هنا الانبوبه بتاعت النيورال تيوب اللي لو اتقفلت هتبدا تكبر في الجزء ده كده وتكون لك بقى المخ ومن تحت من هنا هتكون ايه؟ الحبل الشوكي. ايه رايك ان انت لو ما قفلتش الانبوبه دي من فوق في اليوم ال 25 بتحصل كارثه؟ حضرتك مثلا لما تيجي تتخرج ان شاء الله تشتغل في المستوطن ويجي المدير بتاعك اصلا لعبي يعني المدير مكبر دماغه بذمتك انت يعني الا من رحم ربي يعني حضرتك هتروح الشغل اذا كان مدير اصلا الفاضي لايق عليك ما بيجيش فانت غالبا برضو ايه بتسقع وكبر دماغك مش فاهم يعني لو النيورال تيوب بتاعتي دي اصلا ما اتقفلتش في اليوم ال 25 من فوق تقوم ايه اللي هيحصل الحته دي على فكره متقوره من هنا كده مفتوحه مش المفروض ان في جمجمه هتيجي تقفل فوقي ما تجيش الجمجمه تقفل لان الجمجمه تقول لك يا عم اذا كان اصلا الجهاز العصبي ما قفلش انا اللي هقفل كبر دماغك طب مش المفروض بعد الجمجمه بتاعتي جدا يوم جد هو كمان يقول لك يا عم صبر دماغك والله ما انا قافل انا كمان مش فاهم يعني ايه. يعني حضرتك بصيت في الصوره اللي عندك في الورق في حاجه كده احنا بنسميها عندنا انسفالي. انسفالي او انكفالي يعني زي اجينيسيس يعني ما اتكونتش. يعني دلوقتي هو لو جيت تبص على راسه كده من فوق هتلاقي مفيش جلد في المنطقه دي ولا في جمجمه واول حاجه حضرتك بتشوفها بتشوف مخه من جوه. مصيبه سوداء طب الراجل ما بيعيش في الغالب لا في الغالب بيموت. طيب هل الانسفالي هي سببها ايه يا ترى؟ ان الكرينيال نيورو بور دي ما قفلتش ولا ممكن يسالها في الام سي كيو؟ يبقى لو قال لك يعني والله فيلير في الكلوجر بتاع الكرينيال نيورو بور دي حاله انسفالي. طب لو انا ما قفلتش الكودا نيورو بور دي في اليوم ال 27 ايه اللي هيحصل؟ برضه نفس الحوار بالظبط الانبوبه بتاعتي ما قفلتش من تحت مفتوحه احنا من تحت فتيجي المنطقه دي كده ان شاء الله كده تلاقي ان في هنا بقى عمود فقري قافل حوالين حبه الشوكي ولا في جلد قافل. انا في دكتور لسه اقول لك او الحاله الاول دي بيسميها ايه؟ الحاله دي بيسميها حاله مايلو سيل. مايلو سيل يبقى لو اقول لك فيلير ان انا اقفل النيورال تيوب من فوق يبقى دي حاله انسفل. طب فيلير انك تقفلها من تحت دي حاله ايه؟ حاله مايلو سيل. حلو. الكارثه اللي ممكن تحصل بقى هنا في ايه؟ او انا هعرفها ازاي كدكتور لسه اقول لها جت لي ست تشتكي من ان عندها اضطراب بولي هيدرا امنيوس. يعني ايه بولي هيدرا امنيوز؟ يعني كميه الميه اللي حوالين الجنين فجاه زادت قوي. طيب دي لها اسباب كتير جدا بس من ضمن الاسباب بتاعها عشان انت تعرف مثلا ان الانبوبه بتاعتي دي فيها من جوه سائل هنتكلم عليه برضه في الفيديو اللي جاي تفصيلها. السائل ده ترى اسمه سائل السي اس اف سيريبرو سباينال فلويد. فانا لو ما قفلتش دي من فوق ما هو السائل ده هيطلع كده في وسط السائل بتاع اللي حوالين الجنين او هيعدي من هنا وينزل في السائل بتاع الجنين. نرى بعد كده ان السي اس اف ده كميته تقريبا 130 مللي يعني تقريبا ما يقارب لتر و30 سم. حلو؟ فكميه مش قليله، فدي لو اتضافت على السائل اللي حوالين البيبي تلاقي ايه؟ زودت الميه فبقى حصل بولي هيدرا. طب انا اعرف ازاي؟ اعرف ان انا لو خدت عينه من السائل ده وعملت امنيو سنتيسز
يعني يعمل سنتيسيس، يعني خدت عينه من السائل اللي حوالين الجليد، فلقيت ان السائل ده هو في حاجه اسمها الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده هو مش موجود غير في السي اس اف. فلو حضرتك ايه في السائل اللي حوالين الجليد، معنى كده ان السائل اللي حوالين الجليد فيه ايه؟ في سي اس اف، وممكن تكون غالبا يا اما انسفالي يا اما مايوسي. طبعا حضرتك بتبقى مايل لك 60 ميلا. طيب الحل ايه؟ الحل فيها الوقايه مش العلاج. الحل فيها الوقايه. فالوقايه بايه؟ بان حضرتك الست دي المفروض من بدايه الحمل او يمكن كمان من قبل ما تحمل تاخد الفوليك اسيد. كم كلمه اللي احنا قلناهم دول مهمين قوي. يبقى الابنورمال بتاع هنا ان الحاله لو قفلتش من فوق يبقى حاجه اسمها انسفالي، ما قفلتش من تحت يحصل حاجه اسمها ايه؟ مايلو سي. الحالتين بيحصل معاهم زياده السائل اللي حوالين البيبي بيحصل فولي هايبر انيوس. اثنين ان حضرتك هاخد عينه من السائل ده فلاقي ان في الفا فيتو بروتين. الحل بتاعي مش علاجا لكنه وقايه، يبقى لازم الست دي تاخد من البدايه حاجه اسمها ايه؟ فوليك اسيد. تمام؟ طيب المشكله هنا كانت كمان من الضرر كانت المشكله في النيورال تيوب نفسها. لكن قد تكون النيورال تيوب بريئه براءه الذئب من دم يعقوب. فتلاقي المشكله ساعتها بتحصل فين؟ المشكله ساعتها مش في الانبوبه. المشكله بقى في الجهاز الهيكلي. يعني في الجهاز الهيكلي؟ يعني حضرتك جيت دلوقتي عملت الانبوبه بتاعتي سليمه وزي الفل. ولا مخ ولا حبل شوكي. لكن ايه راي حضرتك ان الجمجمه بتاعتي هي اللي ما قفلتش بقى؟ الجمجمه ما قفلتش؟ اه. فجت حته كده من الجمجمه هنا وقتها مثلا ايه؟ ما اتكونتش. ده كده مثلا عظم الجمجمه. والحته دي ما قفلتش. فانت كده هتفضل تاني حاجه في الحته دي وبنسميها هنا برين هيرنيشن. انت عارف انت الهرنيه؟ الهرنيه اللي هو ايه؟ ان حاجه ثابته كده طلعت تبص بره. فبرين هيرنيشن يعني المخ طلعت منه حته بره، حته بره ازاي؟ مش المخ، المخ في الاول مش المخ بتاع ده اللي حواليه حاجه اسمها المينينجيس استحاله. فقال لك والله لو المينينجيس طلعت بس كده الكيس بتاعها طلع من هنا، دي اول درجه عندي اللي احنا بنسميها عندنا مايلو اسمينينجو سيل. كلمه سيل يعني جامدي، ومينينجو يعني ايه؟ يعني المينينجيس طلعت بره. طب الموضوع وسع شويه للطرف والحته دي كمان ما قفلتش. فبدا ايه اللي يحصل؟ الكيس بدا يكبر والكيس كمان بدا يخش جواه النسيج من نسيج المخ. فبدا يسمي الحاله دي ايه؟ خلاص دي المرحله الثانيه. يسميها عندنا كده مينينجو انكفالو سيل. انكفالو سيل، انكفال وسيل. احنا قلنا كلمه كفل او سفل يعني مخ. فمعنى كده ان البنجيز طلعت بره وخدت معاها حته من المخ. طيب لو الدنيا وسعت اكتر بقى وكميه المخ اللي طلعت كبيره، والمخ اصلا هنعرف كمان بقول لك المحاضره الجايه ان جواه سائل اسمه سي اس اف. فطلع دلوقتي بقى منينجيز ومخ وحته من السائل اللي جوه المخ. دي حاله كده الاخطر والاشطر اللي هو ممكن تكون فيها مشاكل كبيره قوي اسمها منينجو هايدرو انكفالو سيل. انكفالو سيل. فكلمه مينينجو هايدرو انكفالو سيل يعني في مينينجيز، وهايدرو يعني في سي اس اف، وانكفالو سيل يعني في نسيج من نسيج المخ. الثلاث حاجات دول على بعض بيسموهم برين هيرنيشن. المشكله هنا مش في الانبوبه بتاعت الجهاز العصبي المركزي، انما المشكله الاساسيه هنا فين؟ في ان الجمجمه هي اللي ما قفلتش. على نفس الشكل انت حضرتك سمعت قبل كده برضه عن حاجه سمعناها واحنا بنتكلم على الديفلوبمنت بتاع العمود الفقري كان اسمها سباينا بيفيدا. هي نفس الحوار بالظبط. ايه راي حضرتك ان المفروض ان الفقره بتاعتك تبقى عامله كده، والمفروض ان هي الحبل الشوكي، وبعد كده حضرتك كنت بتعمل سباين بيلكن ولامينا ترانسفيرس بروسس، يعني المنظر كان بيبقى كده. والمفروض ان انا عندي جوه هنا الحبل الشوكي وحوالين برضه الميننجيز. فكنت بقول لك لو انا ما قفلتش النيورال ارش، يعني لو عملت سباين بقى ولا عملت ايه؟ بيليجر ولا لامينا، الدنيا هنا مقطوعه كده والدنيا هنا مقطوعه كده. وده ظهر اليمين بتاعي. فقالت لو السباينال او السباين بتاعي ما اتكونش في فقره واحده بس، الحته دي احنا كنا بنسميها او الحاله دي احنا كنا بنسميها سباينا بيفيدا. سباينا بيفيدا. يعني ايه سباينا بيفيدا؟ يعني السباين بتاعي مشكوك او ما اتكونش اصلا. وقلنا ان منها ثلاث درجات. كان في حاجه اسمها سباينا بيفيدا اوكالطه. كلمه اوكس قلنا يعني مبهم او مش باين. كل اللي بيحصل فيها ان هي فقرايه واحده جت فيها السباين هنا ما اتكونتش. كل اللي انت بتشوفه على ظهر البيبي شويه شعر في منطقه اللامبو سكرال. يعني ايه لامبو سكرال؟ اللي هي اخر اللمبر وبدايه السكرال.
دي تديك انطباع شويه. يعني انت كدكتور اطفال اول حاجه بتفحصها في البيبي برضه من الاساسيات انك تفحص ظهر الجنين. فلو جيت تبص على ظهر الجنين لقيت حته فيها شعر زياده قوي وفي منطقه اللامبو ساكرال بتطلب اشعه على الرده، لو لقيتها على قد فقره واحده هي المتاثره يبقى دي حاله ايه؟ دي حاله سباينا بيفدا ايه؟ اوكالتا. طب اقول للام بعد كده ان الولد عنده مشكله في العمود الفقري وبتاع؟ اتفضل. الحته دي مفيش فيها اي سيمتومز ومفيش فيها اي مشاكل والولد مش هيعاني من اي حاجه اصلا. تمام؟ طيب لو الدنيا زادت بقى فقرتين ثلاثه وبدات البنجيز تضطر تعدي، الجلد هنا ما قفلش وبدات البنجيز تعدي من ظهر الولد، يعني الولد مولود وعنده كده ايه؟ كيس ظاهر من ظهره. دي كانت ثاني حاله سميها سباينال بيفيدا ويز مينينجو سيل ويز مينينجو سيل. طب لو الموضوع بقى زاد وكبرت الامور وبدا يخش جزء من الحبل الشوكي او جزء من النرفات جوه الكيس بتاع حضرتك ده، دي الحاله الاخيره اللي فيها اللي بيسميها مينينجو. الحاله دي المينينجو مايوسي. يبقى اذا الخلاصه حتى دلوقتي تعمل ايه؟ ابنورمال في اثنين ابنورمال لهم علاقه بالنيورال تيوب نفسها انينسيفالي ومايوسي، وفي اثنين لهم مشاكل في الجهاز الهيكلي نفسه اللي هو البرين ترمينيشن الجمجمه ما قفلتش او سباينا بيفيدا ان السباين بتاعي ما قفلش، بدرجاتهم هنا الثلاثه ودرجاتهم هنا الثلاثه. هتلاقي في الابنورمال بتاعنا حاجه كده اسمها هايدروسيفلس او هايدروكيفلس، دي هنسيبها للفيديو اللي جاي ومش هنتكلم فيها دلوقتي خالص. كل اللي حضرتك شرحته من بدايه الفيديو ان اتكلمت على النيورال تيوب، ثاني حاجه اتكلمت على الابنورمال بتاع النيورال تيوب. ماشي الحال؟ طيب هننزل على ثاني حيوان عندنا اللي اسمه النيورال كريست سيلز. والنيورال كريست سيلز على فكره برضه الورقه ديت مفيش فيها ولا كلمه جديده، انت جايبها من ورقه السنه اللي فاتت بالظبط. يعني لما انت قلت دلوقتي ان كان عندك الاكتوديرما وكل اللي حضرتك عملته انك فصلت الانبوبه بتاعه النيورال تيوب على الطرف من الاكتوديرما. يقول لك وانت بتفصل بقى الانبوبه بتاعت النيورال تيوب من الاكتوديرم في خلايا برضه اكتوديرم بتتنقل معاك وانت بتفصل. يعني سطح الاكتوديرم العادي موجود، ده الاكتوديرم العادي، وانا بنزع التيوب دي بدأ يتنطر جنبي كده شويه خلايا سميناها نيورال كريست سيلز. طيب النيورال كريست سيلز دي يعني اولا اصلها ايه؟ اكتوديرم، فكل حاجه انت هتعملها هنا هيبقى اصلها اكتوديرم. اتنين بقى ايه الديريفاتيفز بتاعتها؟ يعني دي بتتكون ايه في الجسم؟ دي بتهاجر في الجسم كله وتبدا تخلي بالك كده ان احنا نجمعها في كلمه نمسكو. لو انت فاكر السنه فاكر كنا بنسميها ايه؟ نمسكو. فكانت تعمل لك مثلا طبقه اسمها اودونتو بلاست. اودونتو بلاست دي بتعمل لك طبقه لينا الحمايه بتاعت الاسنان. طيب بيعمل لك خلايا ثانيه اسمها كرومافين سيلز. سي اتش ديت كروما فين سيلز، حضرتك سمعت عنها السنه اللي فاتت لما كنت بتتكلم على حاجه في الفسيولوجي اسمها كاروتيد بودي. هتيجي سيرتها في البلوك كده، حاجه هنا عند نهايه الكومن كاروتيد. اثنين تعمل لك السوبرا رينال مضله. سوبرا رينال مضله. انت عارف ان الغده اللي هي السوبرا رينال اللي فوق كده اللي هي كورتكس من بره قشره واللي هي ايه؟ قلبيه من جوه. فالجزء بتاع السوبرا رينال مضله ده كمان بيتكون من الكورمافين سيلز، وخلي بالك هي مضله داخليه الا انها اصلا تعتبر ايكتو ديرم. حلو. البي او الاس بقى بتعمل سبونجيو بلاست. سبونجيو بلاست يعني خلايا سفنجي وافتكر ان فيها اس وفيها بي. فالاس تعمل لك شوان سيلز والبي تعمل لك بيا واراكينويد. وهنا برضه لقطه ام سي كيو مهمه، ان كل المننجيز بتاعتي كل السحايا اللي حوالين المخ والحبل الشوكي اصلها اكتوديرم، لان البي والاركيوري سبونج بلاست يعني اكتوديرم، ما عدا خلايا واحده بس اللي هي اسمها الديورا دي اصلها ميزوديرم. دي اللي اصلها ميزوديرم، خلي بالك من الام سي كيو. طيب الام بتاعتي بيقول لك يعمل ميلانو بلاست، يعني الخلايا بتاعت لون السارتيكل، في واحد لونه ابيض، واحد لونه قمحي شويه، في واحد لونه زنجي، ده على حسب كميه الخلايا دي. تعمل لك كمان قنطره النيورال او نيور بلاست سيلز اللي بتكون كل انواع الجانجليون اللي موجوده في جسمك. جانجليون زي ايه مثلا؟ زي جانجليون هنشوفها جنب السباينال كورد جنب الحبل الشوكي اسمها دورسال روت جانجليون. ده هتتشرح تفصيله. دي جانجليا مثلا سنسوري بتنقل الاحساس للحبل الشوكي. زي الجانجليا بتاعت السيمباثيتك تشين.
سمباثيتك الجيل بتاعها بيبقى عباره عن ايه، شويه غاز عصبيه متوصله ببعضها زي الجانجليا البارا سمباثيتك اللي موجوده في الاعصاب 1973، ودول برضه لسه هنشرحه تفصيلا كل الاعصاب دي ان شاء الله واحده واحده. ماشي، فدي كده على بعض الحاجات اللي بتكونها النيورال كريست ست ديت، ما بين انها تتسال اصلا سؤال في النظري يقول لك كل الحاجات اللي بتكونها النيورال كريست، طبعا مش كلها، يقول لك ثلاثه مثلا، او يجيب لك شويه ام سي كيو منها زي الصغرى اللي احنا بنطبق اصلها ايه؟ اصلها كروماتين سيلز يعني ايكتوديرم. اسالك مثلا على انواع الميننجيز يبقى كلها برضه ايكتوديرم ما عدا الديورا، فخلي بالك بس من اللقطات اللي زي دي. ده كل اللي انا عايزك تعرفه لي على النيورال كريست. اخيرا ممكن نفهم حاجه اسمها نيورال ريترا جلاكون، نيورال جلاكون. ويعني ايه جلاكون؟ ده جزء من الايكتوديرم لكن بيحصل له ثيكنج شويه، يعني لو ده وش البيبي بتاعك اثناء تكوين الفيس، احنا اتكلمنا عن حاجه زي كده على فكره في الديفلوبمنت بتاع الفيس. فكان يقول لك مثلا النوز بتاعتي بيبقى عباره عن جزء من الايكتوديرم، وجزء من الايكتوديرم بيحصل لهم ثيكنج. يعني ايه ثيكنج؟ يعني بيتخانقوا، سمكهم بيزيد. وكان بعد كده بتتحفر ومش عارف حاجه اسمها نيورال مش عارف فوق وبتاع الكلام ده. فالعادة اقول لك انا طالع من الجزء اللي بيتخن من هنا والجزء اللي بيتخن من هنا ده هيكونوا لي النوز، دول بنسموهم اولفاكتوري، اولفاكتوري بلاكود. فالبلاكود هو جزء من السيرفس اكتوديرم، من سطح الجلد، بيحصل له ثيكننج في اماكن معينه عشان يكون لي برضه اعصاب، يعني دي ان شاء الله تبقى بدايه تكوين الجهاز او اللي هو الجزء بتاع الشم، عصب الشم. طيب في عادة على الجناب من هنا تبدا برضه يحصل ثيكننج للجناب من هنا في الفيس على الحته دي وعلى الحته دي، فعشان يعمل حضرتك حاجه اسمها اوتيك بلاكون. الاوتيك بلاكون ديت اللي حضرتك تبدا تتكون من عندها العصب الثامن بتاع السمع والتوازن. فدول عايزك تعرفهم عن حوار البلاكود، بس من في عندي اولفاكتور بلاكود في عندي اوتيك بلاكود. ده بيتكون من العصب الثامن اللي هو العصب الاول، وده بيتكون من العصب الثامن بتاع السمع والتوازن. ده اللي انا خدته من المذكره بتاعت الانتريولوجي، مش عايز منك اكتر من كده في الفيديو الاولاني. بس يا سيدي مجرد تحل لي الام سي كيو اللي موجود عليها يبقى كتر الف خيرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.